هني باص؟ هي هني باص يعني؟ ايه وين؟ والله غريب. انا فكر هنا اذا بي من زمان وقت انا اقول اذا بي ايش اقول لك انا وانا جيب. اول في بس هو حتى بس انا هذا فيلبينيا هذا سوا سوا انا انت اول في واي في بس حد يعني انت كده فيلا يعني انت كده بعيد عن الابراج التحرير يعني انت عند برج التحرير يقول استني اصلا خلاص اركبوا الباص من عند برج التحرير وتعال على الحوالي اركب 16 اركب 16 من عند برج التحرير انا ماشي بالسياره يا عبد الله انا بدي التليفون يلا اوكي باي باي انا ما سكتش انا ما سكتش زعلان بابا انا سايق السياره الله يرضى عليك يا ابني مش عارفين هم فين نايمين على بتاع دكة الباص مش عارفين هم فين اصلا يعني هو يركب بعد باص ثاني هو يركب بعد نزل مكان ثاني خلاص هو تعود كذي اذا هو بروحي خلاص ما صرش لهم نحن ما بقى هو تايه الحين هو يكونوا معاك يقولون شو بده يسوي كان هو قال لهم تذكرهم بعدنا الباص وصل هنا انت هي بيسمع؟ لا خلاص لما نوصل هناك اتصل ها؟ لما نوصل هناك اتصل عليها بس قريب نحن رمتية يعني خلاص